مرة رحنا على بيت لحم رحلة، فشفت كيف مني بيشتغلوا، طوى علي أخذت هذا الموضوع، أخذته من ناحية الجد طوالي، يعني علق بدماغي واشتغلت فيه علي. خمسة وسبعين فما فوق بلشت أشتغل على هذا الشغل، يعني هذا شغل إشي يعني الفن فيه حلو، هيك بتفنن فيه واحد زي ما بده، بأخذ وبعطي معاه بالخشب، اشتغلت في الحديد يعني ما كنت ما انبسطت فيه، ولا اشتغلت لا من يوم ما انبسطت، اشتغلت في كل الشغل تقريبا في كل الشغل ما انبسطت فيه، بس هذا الشغل انبسطت فيه. كون أنا أماني تراثية كمان وإشي حلو، يعني بتعبر عن نفسك أو عن داخلك كمان، وأنت تشتغل فيها تعبر عن داخلك. طلب مني أسامي، من طلب مني شجرة عيني، أسوي للعين شجرة، خوارط، أزود إشي بالطلب الخوارط عشان بأخذوهن المقتربين وبودوهن هدايا لبرا، بأساميهم برضه بأخذوا من هنا وبودوا لبرا لأساميهم، إشي حلو يعني، وبشتغل على أزود شغلة بس شغلة فلسطينية. بستمتع بشغلي هذا، ما بستمتع بأي شغل ثاني، لو شو ما اشتغل حتى لو كان بدور مصاري أكثر ما بستمتع فيه، بس بستمتع.